البان اويل ده بقى هيديني درجه البرونزاج اللي انا عايزها. اصلا انا جايب اللبس كله بصي احمرات واللي هي الالوان الدافيه كلها اللي هي درجات الورم دي عشان الصيف وكده. لا حضرتك ده هيعمل مفعول مع حضرتك هيخلي حضرتك مسمر شويه. خلاص يبقى لا تمام هاخد دي. طيب بالنسبه بقى للكريم ده يمشي تشقات كعوب تسلخات يمشي التسلخات ينفع يمشي المناطق الداكنه المناطق الداكنه يمشي برده المناطق. خلاص يبقى هاخد برده ده و السلام على حضرتك. ما حضرتك الله يسلمك واخد طلقه عادي بقى. طب نطلب حضرتك الاسعاف؟ لا احنا لسه هنكمل اصلنا فخليها بقى يمكن اخد طلقه فيها تاني ولا حاجه. لا اعملها مره واحده في الاخر واخلص يعني. ودي مفيده بقى؟ اه حضرتك دي مفيده جربها يعني دي لو انا في صحراء وعطشت يبقى دي على طول. لا دي حضرتك مش للشرب. لا مش للشرب. ماشي اخدها برضه. لو ندهت تلاقيني قدامها لو امرت بس بقى احلمها. ليه يا ابني؟ وهو برضه الف شكر يا فندم. ايه ايه نجاة خدت ايه جنيه الحقي؟ يا فندم ما تنصحش انك تعملي ده يا فندم. نجاة خدت الشيك ومشيت. ده انا لما لقيت 10 جنيه في جيب الجاكيت عينيا دمعت من الفرحه. وليد انت ما بتردش عليا ليه؟ بس حماده اسكت اسكت. انا مش شايف دلوقتي غير حاجه واحده بس. ايه؟ رأفت الهجان وهو بيجري قدام عينيا كده. بيجري ازاي؟ كده رايح جاي. ممكن بقى تفضلوا معايا؟ ايه انا اتوقع يعني هما يسلمونا شقق واراضي ومصايف العاب مائيه وكده عملوا كده مع رأفت مصايف صح اتفضلوا. دوركم الوطني اللي قمتوا بيه البلد عمرها ما هتنساه، انما لبس البدله وانتحال الشخصيه للاسف هيبقى ليها عقوبه ولازم تتم. اخبار رأفت معاك ايه؟ تمام؟ هتقول لي مش هقلع على البدله مش هقلع على البدله؟ البس. طب وانت كنت فاكر ايه؟ انا كان قصدي البدله الزرقاء. مبروك. مع أول سقفة سمعتها بعد نجاح مشروع المكعبات بتاعي حسيت قد إيه فرق كبير قوي لما تنجح والناس تحترمك بالبدلة اللي على مقاسك. ورغم إن حمادة عاقل وقرر إنه يشتغل في الحاجة اللي هو بيحبها برضه بس تقريبا من أحسن معاه شوية شويتين بصراحة.